في مجلس البحرين واضح الله يسلمك وصار الجلسة ترفع مرتين شكراً في يوم واحد طيب وانتظر رد القانون شكرا الله يسلمك أولا إن كنت لا تعلم فلكي أعلمك بأن الإجراء ما يناقش في جلسة احنا الحين بصدد مناقشة المضبطة اوكي لحظة خلينا نكمل نقطة النظام انا اقرر متى اعطيك الاجراء اللي اتخذته ذيك المرة كان على اساس محافظة على هيبة هذا المجلس حتى ما يكون هناك فيه ملاسنة ونزاع وخلاف بين الزملاء في نفس الوقت لحظة سمعتك 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 شفتك لا الله يسلمك انتوا ترى اللائحه ما حافظينها للحين الله يسلمك سعادة النائب النفيعي نقطه النظام يا سلام الحين انا رئيس واسال انا ما ناقش انا قاعد اوضح ابدا ما بناقش انا بقول لك اذا عندك ملاحظه فقط هذه قاعد اقولها لكم اذا عندكم ملاحظه ان كانت ملاحظه ومعرفه فكان في حينها والدين نصح توضيح المادة 71 يعني الإخوان اللي ذكروها أولا الرئيس لما يسأل لا الحق أنه يوضح ما ينزل هو ما شارك في النقاش اثنين يا جماعة المادة 71 تقول في نهايتها إذا اختل نظام الجلسة فإذا استمر الإقرار بالنظام بعد إعادة أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة القادمة في نفس المادة اللي أنتم تستندون عليها فإحنا قاعدين ترى نضيع الوقت رجاء ان ذي الموضوع خلاص خلصنا منه رفعت الجلسة تبون نقول شو صار يا الجماعة عقب دقيقة خل نرجع ونواصل الجلسة في البعض ما قبل ليش ما قبلته هذا الكلام اللي صار انا موجود ومستعد اتكلم طيب. امام الجميع اذا تبين الجلسة تمشي صح واذا ما تبين تمشي صح قبل نسحب ونمشي تدري المستشار ايش قاعد يقول لي ان الكلام خارج المادتين 50 و53 يعتبر اصلا غير قانوني ما يتكلم بامرك يتكلم لما انا اذن الله يسلمك كل من في هذه الجلسه يتكلم باذن الرئيس الرئيس قاعد احاول امشي جدول اعمالكم عندكم جلستين باقيات وعندكم قوانين كثيره يجب ان تناقش